في صباح 27 من يونيو في قرية ما استيقظ أهالي القرية وبدأوا في التجمع في ميدان في القرية. كان الأطفال هم أول من اجتمعوا في تلك القرية وجمعوا معهم كثيرا من الحجارة، وضعوا الحجارة على جانب الطريق وبدأوا في اللعب والمرح، وكانوا في غاية السعادة وكان الجو جميلا والأزهار متفتحة، وبدأ الناس يتوافدون. بعد تجمع الأطفال بدأت النساء في الحضور، وعند حضور النساء أخذت كل امرأة تدعو طفلها أو أطفالها ليجتمعوا معها، وأيضا كانوا في حالة من السعادة والنشوة، كانوا سعداء جدا، وواضح أن هناك احتفالية كبيرة، أن هناك عيدا في ذلك اليوم يحتفلون به. وبدأ الرجال بعد ذلك يأتون واحدا بعد الآخر تباعا، وعند حضور كل رجل كانت امرأته تذهب لتقف معه ومعها أطفالها، وأيضا حالة من السرور والبهجة، والكل كان يضحك ويلقي بالنكات. وجاء رجل يسمى مستر سامرز، هذا كان المسؤول عن المراسم، عن إجراء المراسم، فأحضر معه صندوقا أسود من الخشب، صندوق كان قديما حتى أن يعني بعض الشكوك بدأت تظهر فيه واللون الأسود بدأ يبهت عليه، ولكنهم كانوا لا يريدون تغيير هذا الصندوق، وظل معهم لسنوات وسنوات طويلة. وكان هناك رجل آخر يساعده في يعني الإعداد لهذه المراسم والإجراءات وهكذا. وكان ينادي على كل أسرة باسم رب الأسرة، باسم الرجل، اسم العائلة، ويقول إن لديك زوجة وعدد واحد اثنين أو ثلاثة من الأطفال. ورغم أنه يعلم تماما، كانت القرية كلها ليست كبيرة، قرية صغيرة يعني، فهو كان يعلم عدد الحاضرين وعدد الأسر، ولكن أيضا كنوع من الإجراءات المتخذة والاحترام التقاليد كان لابد أن يدعو كل أسرة باسمها، وأن يسأل الأسر رب الأسرة عن عدد الأفراد وما إذا كانوا جميعا حضور أم لا. أثناء هذه الإجراءات يعني جاءت امرأة يعني مسرعة وقالت بأنها يعني تأخرت لأنها كانت يعني تغسل الصحون، ونسيت تماما أن اليوم هو 27 من جون من يونيو، فكان واضحا أن الأمر يعني هام للغاية. وبدأت الإجراءات، وبدأ رب كل أسرة يذهب لسحب ورقة، وبعد أن يسحب الورقة لا يفتحها، ولكن يذهب يعود ليقف مع أسرته، وبعد أن سحب الجميع الأوراق ومن الصندوق قال مستر سامرز، طلب منهم أن يبدأوا الآن في فتح الورقة، ففتح كل منهم ورقته ووجدوا أن الشخص الذي نقدر نقول بقى فاز باللوتري هي أسرة بيل. أسرة بيل هي التي فازت باللوتري، بيل هاتشينغسون. فزوجة بيل هاتشينغسون يعني قالت هذا ظلم، هذا ليس عدل، it's not fair، لا هذا ليس عدلا يعني. وقالت ان مستر سامرز اللي هو المسؤول عن هذه الاجراءات يعني استعجل مستر بيل اللي هو مستر بيل هاتشينغسون، مستر هاتشينغسون في سحب الورقة، وقالت هذا ظلم، هذا ليس عدلا، it's not fair. ولكن كان الامر خلاص قضية، ومستر سامرز سأله احنا هنا كده بنفاجئ يعني، ده اللوتري فالمفروض انها تبقى سعيده، انما دي مش سعيده ليه؟ الله، وفي ايه بالظبط؟ وفي جو من الاحتفال والفرحه والبهجه، طب مش سعيده لان هي فازت باللوتري يعني؟ كل هذه المقدمه توحي بان دي جائزه لوتري، ستفوز بقى بمال او ومستر سامرز المسؤول عن هذه الاجراءات سال
مستر هاتشنسون بيل هاتشنسون عن عدد أفراد أسرته؟ فقال 3 موجودين كلهم. نعم موجودون. فجاء كل منهم الأفراد الخمسة بيل وتيسي زوجته التي ظلت تقول إن هذا ليس عدلا والثلاثة أطفال، وكل منهم سحب أوراقا أخرى أدخلت في الصندوق. وبعد أن سحبوها كل طفل فيهم واحد بعد الآخر فتح الورقة، فكانت ورقة فارغة خالية تماما من ورقة بيضاء الثلاثة الأطفال. وأيضا وكان دور تيسي، ولكن تيسي رفضت أن تفتح الورقة وقالت هذا ظلم، هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا، ورفضت أن تفتح. ففتح بيل ورقته وكانت أيضا ورقة بيضاء. فقال الجميع إذن هي تيسي، هي تيسي هي التي فازت باللوتري، لأن فاضطرت أن تفتح ورقتها وكان في ورقتها ندبة أو نقطة سوداء معمولة بالقلم الرصاص. كان مستر سامرز كان قد أعد كل هذه الأوراق في الليلة السابقة، وكان هذا التقليد معمول به في كل القرى الأخرى، جميع القرى الأخرى، ولكن كثير من القرى يعني توقف عن ممارسة هذه التقاليد، يعني وتوقف عن هذه اللعبة، لعبة اللوتري ديت. وحتى هذه اللحظة أيضا نحن لا نفهم ما جزاء وما أو ما ثواب أو ما الجائزة التي فازت بها، لا نفهم. ولكن أهل القرية وهي ظلت على قولها هذا ليس عدلا، هذا ليس عدلا، أهل القرية بدأوا في الانسحاب، وذهب كل منهم إلى مكان الحصى والطوب، والتقط كل منهم حجر، حتى أن جارتها التي كانت تضحك معها منذ قليل أخذت حجرا ثقيلا يعني رفعته بكلتا يديها، وتقدموا نحوها وبدأوا في إلقاء الحجارة عليها. وجارتها هذه كانت من أول الناس التي سارعت بمنتهى السعادة في إلقاء هذا الحجر الكبير عليها لقتلها. وتنتهي القصة هكذا مفاجأة. هذه قصة قصيرة قرأتها في هذا الكتاب 50 Great Short Stories. 50 Great Short Stories يعني 50 قصة قصيرة great، قصة قصيرة عظيمة. edited by Milton Crane، حرره ميلتون كرين. وكاتبة القصة هي شيرلي جاكسون. شيرلي جاكسون ولدت في 1916 وتوفيت في 1965، وهي كتبت العديد من مجرد 6 نوفلز تقريبا، ولكن العديد من القصص القصيرة، يعني أكثر من 200 قصة قصيرة في حياة كتابية امتدت لحوالي 20 سنة أو أكثر من 20 سنة. وعند كتابتها ونشرها لهذه القصة حدثت صدمة في المجتمع، حتى أن أمها اتصلت بها وقالت لها لماذا تكتبين مثل هذه القصص، اكتبي قصصا تشيع البهجة والسرور بين الناس. والناس يعني القراء صدموا من هذه القصة، ولكنها فيما بعد أثرت في العديد من كتاب روايات الرعب ومخرجي أفلام الرعب، وأيضا أثرت في ألفريد هيتشكوك وفي أفلامه التي أخرجها. القصة باختصار إيه مواضيعها؟ يعني لها موضوعان أساسيان. الموضوع الأول هو كيف أننا نحافظ على، أحيانا يعني نحافظ على بعض التقاليد البالية التي لا تعني شيئا وليس لها أي مبرر منطقي، ولكننا نحافظ عليها من أجل المحافظة عليها. حتى أن تيسي هذه التي يعني فازت باللوتري، اللوتري اللي هي عقوبة الرجم، هي التي فازت بعقوبة الرجم، اعتراضها الوحيد ليس على هذه التقاليد السخيفة البالية الظالمة، ولكن اعتراضها الوحيد كان على أن مستر سامرز المسؤول عن الإشراف على هذه الإجراءات وهذه التقاليد الغبية السخيفة استعجل زوجها في سحب الورقة. يعني اعتراضها الوحيد كان اعتراضا إداريا
في كيفية إجراء هذه والإشراف على هذه المراسم فقط، ولكن ليس اعتراض، ليس اعتراضا على المراسم في حد ذاتها، ولا على هذه التقاليد الغبية في حد ذاتها. فالموضوع الأول الذي تناقشه هذه القصة القصيرة هو كيف أننا نتمسك أحيانا ببعض التقاليد التي لا يعني ليس لها أي مبرر، ليس لها أي منطق. يعني كما أنا في رأيي الشخصي، وهذا هناك حلقة خاصة، أننا حين نستخدم في الكتابة حرف الجيم بحرف الغين فنقول غريتا غربو بدلا من غريتا غربو، هذا أنا أعده من التقاليد البالية، وأعده يعني جريمة لغوية، لأنه حتى لو كان المخرج واحد فإن الصوت مختلف ولا يوجد أي مبرر. هذا أيضا أنا أعود، هناك كثيرون من الناس لا يعرفون أن حرف صوت الجيم وحرف الجيم من اللغة العربية الأصيلة الفصحى، بل هو قبل الحرف الجيم، حرف الجيم هذا تطور لحرف الجيم. وفي اللغات القديمة العربية والعبرية كان الصوت الموجود هو، والأكادية كان الصوت الموجود هو صوت، والسريانية كان صوت الجيم، حرف الجيم الذي فيما بعد evolved into جيم، أصبح فيما بعد جيم. هذه التقاليد البالية نحافظ عليها ونحن لا نفهم سببا لها. الموضوع الثاني الذي تناقشه الرواية، كيف أن هؤلاء الذين تظنهم من المقربين يكونون أول من يلقي عليك بالحجارة بمجرد أن تكون تصبح أنت السكيب جوت، كبش الفداء. يعني تيسي هنا في القصة هي التي كانت كبش الفداء. كل عام القرية تقوم بهذا التقليد، كل عام يكون هناك شخص هو كبش الفداء، وكأن القرية تتطهر من ذنوبها وآثامها بأن تقدم شخصا للقتل، وكأنها يعني زي عروسة النيل كده. إنما طبعا في إيجيبتولوجيست يعني أنكروا أن تكون هذه عادة مصرية. فأقرب الناس إليك يكونون هم أول من يلقي عليك بالحجارة لو أصبحت أنت كبش الفداء. وفي الحقيقة يعني هذه الحجارة التي تلقى من المقربين إليك أو الذين تظنهم مقربين تكون أقسى بكثير من حجارة أي شخص آخر، حتى إن طبقا لفريد كتابة فريد الدين العطار الصوفي الذي كتب سيرة الحلاج في فصل من فصوله، قال بأن الشلبي الصوفي المعروف ألقى على الحلاج زهرة، ألقى على الحلاج زهرة، الناس كلها ألقت على الحلاج حجارة، ولكن الشلبي ألقى على الحلاج زهرة وردة. فحين أصاب هذه الوردة، حين أصابت الحلاج بالطبع هي لم تؤلبه جسديا، ولكنه صرخ صراخا يعني عاليا، فاستغرب الناس واندهش الناس، يعني نلقى عليك بالحجارة ولا تصرخ، وحين الشلب يلقى عليك بوردة تصرخ؟ فقال إن الوردة التي يلقيها صديق أقسى وأكثر ألما من الحجارة التي يلقيها عليك أعداؤك. وهذه الجملة أصبحت مثلا تركيا، ترجمته بالإنجليزية: A rose thrown by a friend hurts more than a stone. الوردة التي يلقيها صديق تؤلم أكثر من الحجارة. فقصة مؤلمة وقصة مفجعة، يعني قاسية، نهايتها قاسية. من القسوة فعلا أن أقرب الناس إليك تكتشف أن الألم كله يأتي من خلالهم هم،
وأن الحجارة لا تلقى إلا منهم. الغريب لو ألقى عليك حجارة قد لا تؤلمك لأنه غريب ولا تهتم به، ولكن قريبك أو صديقك حين يلقي عليك حجارة، حتى ولو كانت حجارة، حتى لو كانت حصوة صغيرة، فهي تؤلم أكثر من أي حجارة يلقي عليك أي شخص آخر. ونراكم إن شاء الله في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.